السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 6 ساعات قاسيات من التصوير وطبقين كشري هنكت خلاص النصوص المتحررة الشهر الأخير، النص المتحرر اللي بيتكلم عن اللغة العربية عندما كانت اللغة العربية تنعي نفسها، يعني حزينة على نفسها. ده حافظ إبراهيم ألف قصيدة على لسان اللغة العربية. فاللغة العربية بتقول إيه بقى؟ رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي هم العرب فاحتسبت حياتي. يعني أنا عرفت أن حياتي ضاعت من أجل العرب الذين لا يدافعون عني. رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع، نتيجة لما قبلها لقول عداتي أعدائي. الأعداء يقولون أن اللغة العربية غير قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة. الغربيون يقولون، ده غير الغربيون كمان وبعض العرب، يقولون أن اللغة العربية غير قادرة على مصايرة المصطلحات الحديثة. يعني إيه؟ يعني اللي قدركوا تختصروا كلمة ليزر، ما نقدرش نختصر كلمات في اللغة العربية. ده اللغة العربية أساس النحت. يعني النحت إن إحنا ننحت جملة كبيرة في كلمة واحدة، ننحت زي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني اللي قدر اللغة الإنجليزية أنها تجيب اختصارات لمجموعة من العبارات يبقى يقدرنا احنا كعرب نعمل كده. فاللغة العربية متضايقة عشان كده. مين قال لكم أن اللغة العربية غير قادرة على استيعاب الحضارة الحديثة؟ يعني لازم نقول ثاني أكسيد الكربون؟ لا مش لازم. يعني هم قصدهم بيقول احنا بنقول CO مثلا، دي ذرة كربون، زائد O2 ذرتين اكسجين يديني CO2، يديني اللي هو ثاني اكسيد الكربون. يبقى ذره كربون مع ذرتين اكسجين يدوني ثاني اكسيد الكربون. قال لك عند الانجليز دي عباره مختصره، احنا هنقول ايه بقى؟ ذره كربون زائد ذرتين اكسجين الناتج، هتبقى معادله صعبه. طب ما هم اللي قدرهم ان يسموا ذره الكربون سي، ما يقدرناش احنا نسمي الكربون كاف؟ ايه المشكله يعني؟ كاف يا سيدي، يعني ذرة كربون زائد الأكسجين، أي مصطلح هنديله مصطلح سين مثلا. فاللي قدر اللغة الإنجليزية أنها تستوعب الثقافة التكنولوجية الحديثة أو الكيمياء والفيزياء يبقى نقدر نخلي العربي تستوعب كده. بلاش نقعد نضحك على بعض على رأي شيخ الأزهر. اللغة العربية قادرة على التكيف والتجدد، الرجل ده أنا بعشقه، قادرة على التكيف والتجدد أينما كانت وقتما كانت. الرجل ده بيفهم بطريقة رهيبة. فما تقوليش أن اللغة العربية عقمت. هي بتقول ولدت ولما لم أجد رجالا يدافعوا عني وأكفاء وأت بناتي. وأت بناتي أي أخفيت علومي وقدراتي وجمالي. وهنا أكفاء مفردها كفء، أكفاء وليس أكفاء. أكفاء يعني عميان. وسعت كتاب الله لفظا، تمييز طبعا ده، وما ضقت عن آي به وعظاتي. آي مفردها آية، وعظات اللي هي إرشاد ووعظ ونصح. فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة، مش هعرف أوصف آلة، وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواصة عن صدفاتي. أنا البحر تشبيه بليغ، اللغة العربية بتشبه نفسها بالبحر الواسع. في أحشائه الضر كامن، كامن الضر جمعها درر ومفردها ضرة، يلا قال يا أولاد. فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، عن جمالي وزينتي؟ برضو استعارة تصريحية، والضر استعارة تصريحية، وأحشاء طبعا مجاز مرسل. تعالى نشوف هنا الأساليب معظمها خبري، مفيش غير كيف أضيق اليوم عن وصف آلة، أسلوب إنشاء غرضه التعجب والاستنكار. وعندي هل سألوا الغواص عن صدفاتي تقرير. تعالى نشوف الأسئلة. المراد بكلمة كامن في البيت الأخير، طبعا كلمة كامن المسطور، سعة اللغة العربية في احتوائها كل جديد. اللغة العربية وسعت كل جديد، البيت رقم أهو، وسعت كتاب الله لفظا فكيف أضيق اليوم. يبقى الرابع، البيت الرابع، فلم أجزع لقول عداتي، عداتي أنا آسف، عداتي الأعداء يا أولاد، عداتي نتيجة لما قبلها.
ميز مما يلي نوع الصورة. في راجعت لنفسي استعارة مكنية شبه اللغة العربية وكأنها إنسان يرجع. سر جمالها التشخيص. لو فاكرين برضو قلنا فعل زائد اسم، لو تفتكروا فعل زائد اسم غير عاقل. ميز مما يلي الدلالة الشعورية في الأبيات، فرح وإعجاب لا، غضب وحزن لا، هي حزن وأسى وعندي تعاسة وأمل. يبقى هنا الحزن والأسى. ميز مما يلي البديع في البيت، البيت الأول المحسن البديعي. طبعا أول حاجة لازم أستبعد السجع والإزدواج، لازم ازدواج وجناس، لأن الازدواج في النسر، الازدواج والسجع في النسر. أنت عندك تصريع وجناس وعندك تصريع ومقابلة، تعال نشوف. البيت الأول، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، هذه هنا في تصريع. وناديت قومي فاحتسبت حياتي، هنا عندي حصاتي وحياتي جناس يا ولاد. لو تلاحظ في حرف واحد بس اللي مختلف اهو، حصاتي وحياتي، يبقى فيها تصريع وجناس، تصريع وجناس. هذه الاختيار رقم ج. يقول سيدنا أبو بكر الصديق بعد أن تولى الخلافة: أما بعد. أما بعد دي عندنا في العربي اسمها فصل الخطاب، فصل الخطاب. أيها الناس، أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. أيها الناس، أسلوب إنشاء نوعه نداء، غرض التنبيه، غرض التنبيه. فإني قد وليت عليكم، وليت عليكم فيها إيجاز بالحذف، إيجاز بحذف الفاعل. طب ليه إيجاز بحذف الفاعل؟ لأن الفعل مبني للمجهول. فإني قد وليت عليكم. هنا سيدنا أبو بكر لو تلاحظ أكد الكلام بأكثر من مؤكد، فإني أكثر من مؤكد، إني الأول وقد بعد كده، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ده اسمه اطماع احتراس، لحسن تفهموا ان انا احسن واحد فيكم. يبقى انا هنا عندي اطناب احتراس، لست بخيركم، اطناب بالاحتراس حتى لا يفهم الكلام بطريقة خاطئة. لست بخيركم، الباء هنا زائدة، وخير خبر ليس. فاكرين يا اولاد دخول الباء الزائدة في خبر ليس؟ وخير خبر ليس مفرد وليس شبه جملة، لان الباء زائدة بس مجرور لفظا منصوب محلا. ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، أسلوب شرط، والفاء دي اسمها فاء الجزاء، فاء الجزاء. فإن أحسنت فأعينوني. طيب مش المفروض أعينوني ده فعل أمر؟ تمام، فعل أمر مبني. طب فأعينوني ده المفروض أعينوني، مبني على حذف النون، أعينون مفروض أعني. طب اما الايه اللي النون موجوده ليه؟ قال لك يا باشا مش في حاجه اسمها نون الوقايه. نون ايه الوقايه؟ دايما بتلاقي بعدها ايه، بتلاقي بعدها الياء، يبقى دي نون الوقايه، ملهاش علاقه بالنون اللي بتتحذف. يعني انا لو قلت حتى يضربوني، حتى يضربوني ازاي منصوب والنون موجوده؟ فهمني ازاي؟ قال لي دي مش النون بتاعت الافعال الخمسه، دي اسمها نون الوقايه، نون الوقاية. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. قوموني يعني أصلحوني. شوف شوف التواضع، لو أنا غلط صلحوني فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، تشبيه بليغ وتشبيه بليغ. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه. يعني البني آدم اللي جاي لي ضعيف سويق منه حقه، ده بالنسبة لي قوي لحد ما رجع له حقه، ودي استعارة مكنية. أريح عليه حقه استعارة مكنية، شبه الحق بإنسان يستريح. إن شاء الله، وإن شاء الله ده إطناب احتراس، إن شاء الله. والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، إن شاء الله، إطناب احتراس، إطناب احتراس. وفي مقابلة ما بين الجملة دي والجملة دي، يعني الضعيف قوي والقوي ضعيف. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله، لا تتركوا الجهاد في سبيل الله، اسلوب انشائي نوعه نهي، غرض النصح والارشاد.
لا يدع قوم الجهاد، لا يبقى هنا يا أولاد ده مش أسلوب إنشائي، لأن دي أداة نفي. لا يترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، يبقى ده أسلوب خبري مش إنشائي. عذرا يبقى لا هنا ليست ناهية وإنما نافية، يبقى لا يدع لا يترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا حصل له إيه؟ إلا ضربهم الله بالذل، استعارة متنية. ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا هيحصل إيه؟ عمهم الله بالبلاء، شملهم الله بالمصائب. إذن انتشار الفواحش يؤدي إلى تضييق الرزق. يعني يا مستر كلما كثرت الفواحش والذنوب ضاق الرزق، فإذا ضاق رزق أحدهم فلا يتعجبن، فإنها من انتشار الفواحش. تبصري كده ليه؟ فإنها من انتشار الفواحش والذنوب. بجد والله ولد، دايما كل ما الفواحش تنتشر كل ما بص كده، إلا عمهم الله بالبلاء، شملهم الله بالبلاء والمصائب. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، طالما بطيع الله ورسوله أطيعوني، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أقعد تسمعوا كلامي، من أطاع الله ورسوله طاعته واجبة، ومن لم يطع الله ورسوله فلا تطيعوني فإنه لا طاعة لي عليكم. وهنا استخدم لن نفية للجنس، لن نفية للجنس، وطاعة هنا اسم لا مبني، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. تمام، تعال نشوف الأسئلة بقى. مضاد وليت عليكم، عكس وليت عليكم عزلت. جمع الفاحشة الفواحش، جمع الفاحشة الفواحش، معنى أريح عليه الحق يعني أرجع له حقه تاني، أريح أرد له حقه. علاقة فأعينوني فالنتيجة أهي، نتيجة لما قبلها. هذه الخطبة تندرج تحت خطبة حربية؟ لا. اجتماعية؟ لا. اقتصادية؟ لا. هي سياسية دينية في وقت واحد، سياسية دينية، لأنه قالها بعد ما تولى الحكم مباشرة. ضربهم الله بالذل، شبه الذل بشيء مادي نضرب به. هذه ماما وهذه تيتا لو تفتكر، احنا قلنا بنكتب ماما وتيتا عشان نعرف. طبعا الذل مكتوبة اهي، تمام، يبقى ماما موجودة. التهلي الاستعارة التصريحية. هل كلمة الشيء المادي اللي بنضرب به موجودة هنا في العبارة؟ لا، يبقى هنشيل دي، هيتبقى معاك ميم. إذن هي تساوي استعارة مكنية، شبه الذل بشيء مادي، شيء مادي نضرب به، وسر جمالها التجسيم. ده بالنسبة للنص الثاني. نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في تخفيف وتيسير النصوص المتحررة عليكم، وإلى اللقاء في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.